مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. انا رغد وهاي قناتنا قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم حيكون عبارة عن الهوايات التي يحبها اليوتيوبرز العرب، وعشان تعرفوا شو هي هالهوايات احضروا الفيديو معي للنهاية. اي شخص فينا بيميل لشيء معين بيحب يعمله، ولما بيعمله بيكون بيشعر بالاستمتاع، واليوتيوبرز عندهم هوايتهم المفضلة اللي بيحبوا يمارسوها. تعالوا نشوف شو هواية كل يوتيوبرز معنا. اول هاليوتيوبرز اللي معنا واللي هو جو حطاب، وهوايته هي استكشاف المناطق الجديدة والسفر، وهالشي واضح جدا في محتوى، فهو من ضمن اكثر اليوتيوبرز اللي بيقدموا محتوى هادف، فدائما بيعطينا معلومات جديدة عن الدول وعن اشياء بيكون في بالنا جدا نعرفها. اذا هواية جو حطاب هي السفر واستكشاف المناطق الجديدة. ثاني هاليوتيوبرز اللي معنا واللي هي نور ستارز، وهواية نور التصوير، فنور من اوائل اليوتيوبرز اللي بلشوا في هالمجال، فكانت بتحب التصوير ومشاركة حياتها اليومية مع متابعينها. اذا هواية نور ستارز التصوير ومشاركة حياتها اليومية. ثالث هاليوتيوبرز واللي هو غيث مروان، وهو من ضمن اكثر اليوتيوبرز اللي انعرفوا في الفترة الاخيرة. اما بالنسبة لهوايته فهي كرة القدم، فهو بيحب يلعب كرة القدم ويشاهدها بشكل كبير، وبيحب ايضا يربي الحيوانات. هاي هي هواية غيث مروان. رابع هاليوتيوبرز اللي معنا واللي هي نارين بيوتي، وهي من ضمن اكثر اليوتيوبرز المعروفين بالشرق الاوسط. اما بالنسبة لهوايتها فهي السفر والتسوق، فنارين من اكثر اليوتيوبرز اللي فلوسها بيضيعوا على التسوق بشكل كبير، وبهيك بتكون هواية نارين بيوتي التسوق. تعالوا نشوف هواية خامس هاليوتيوبرز اللي معنا واللي هي ديما كام، وهي يوتيوبرز فلسطينية وهوايتها الغناء، فديما كام بتحب الغناء بشكل كبير جدا، وهي اصلا بتمتلك صوت جميل جدا، وبهيك بتكون هواية ديما الغناء، فمتابعين ديما دائما بحبوا يسمعوا صوتها. تعالوا نشوف هواية سادس هاليوتيوبرز اللي معنا واللي هي بيسان اسماعيل، وهي من ضمن اكثر اليوتيوبرز المعروفين، وهوايتها ايضا الغناء والعزف على القطار او البيانو، وهي موهوبة جدا بهالشي، فبيسان انعرفت من خلال صوتها، وبهيك بتكون هواية بيسان الغناء والعزف. تعالوا نشوف سابع هاليوتيوبرز اللي معنا وشو هي هوايتها. سابع هاليوتيوبرز اللي معنا واللي هي ريما ستوب، وهوايتها هي خوض التجارب والمغامرات الجديدة، وهالشي مبين من محتواها، فبنحسه مختلف عن باقي المحتويات اللي بيقدموه أغلب اليوتيوبرز، فبنحسها إنها بتحب تخوض التجارب الجديدة أو حتى مغامرات جديدة، سواء بتكون لحالها أو معها أي حد تاني بيحب يشاركها هالمغامرة. إذا مغامرة ريما ستوب هي خوض التجارب والمغامرات الجديدة. هيك بكون عرفتكم على هوايات بعض اليوتيوبرز العرب. هيك بنكون انهينا هالفيديو لهذا اليوم. احكوا لي شو رأيكم بالفيديو بالتعليقات، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل فيديو جديد بننزله، وشكرا لمشاهدتكم.